فاتحة كوي ما دي حمر ما جوغان آر آريدي رسمي قايد إن القدود دان كوغاه حدي مركا آد وحقبان كرتيد لفتا قرين يعيدان كلا سعودا حق إسكاندي أيان دويد عرور أيان دبكا كشبطي انتا تري إسبارت لكتا لعكتا رئيس وحاولة يغبر ويني كوي با ماركي سامعني دبادة ليك لغاك عني دبكا نحاي بان باد أشاكتي هويا قدال إذن كسو جيرو وإذن قرمان عيان كواسات او قرمان لحيد او دبكا أتكو شبطي او أكا عراني او أتكا قابسطي شاكدو ماركي نقطي هادا هادا مرك الظاهر وحان أشيغي يا شلي ضدك الدبكة كشبطي ما أنت قال جعل ألوفي قد دقن ولا وين لا أقل عضي إن أي داخصدان أو يكون نوال عدان لأن نباد قلي يي نظام كالدولة نمدا حالا كاسي لحظة قبل أي هكسان أيان إسلام نمدا يصومال نمدا لا أقل أنه سيدي نأكل الددحون منهن ولقينا أن ضدك سودة وين جرني جاقا الله مقعابي قدومي حيقين الله مقعابي أمني سياسة كو أصبت أقوان صنعيسا إنا يماشا جوغا رنتان كو شيقيا مركا هدي أو احترايسيد عرورتي هرشابي اللي أدكا كنتي أو دبكا أقليسي كو أصي أياد أقرمان لحيد ما أنت سنة ترنحيمات عايسا أو قال جعل كلا محايب باي دبا أهوس أردي دباي دبا وقرن قصب وي قرن كأموه لجوغيسا waad ogolaanaysaa ama waa ka baxaysaa that's it adduunka meesha hadda qaxootiga aa ku tahay holland baad timaaday ingiriiska passport-ka aad sidatid waa inaad ogolaata madaxbanaanida dalka passport-ka ka sidatid hadii kale daahiro yurub cagtaada ma soo dhigaysid this is it adoo qaxooti hadda u timaaday holland iyo markaysay macnaheey ingiriis calankooda waa inaad ogolaata inaad hoos joogtid haddana hoos joogaynin macnaheey ما سوى قليس الدلك مركا حقيقة دا سيداس ونولو ماشان وحنا كما بدلي كرتيد داد كان هاد كور وحا تري اللفتا قرين وحان كسوغا يا ادو المها غطورتا كسيتا توكسانا يا انا حمرتي مادد وايا هاي هاد ما توكسي بو كجوغا كما سوى وريغان لابا بلود لفتا قرين هاد محو كجوغا انيقا وحان كوبا لنقاضا يا هاد دي لنوري هاي كولان كان كولان كحيقا مدحويناه حسن شيخ محمود بدلي دونا مركه او بدلو على مساركه كدحايه مقالده مقدشو مدحويني دب مدحويني لو دورتو سوماليا على مساركاسي لفته غرين هدي لا نول يحي او الهي ما يان دين دياره دم كوما سو دغاي حمر هدي مامولاده كلا اي لو كو يمادان ديارات كو يمادان لفته غرين اي ويلشيسي سامشوترده وتا بينما إلهي حمر يا براو إلهي حمر لقبوكو إمان دونا مقالة دانا معنه إساقا كلا حراناي لق مدح وينها كليئة لقتكو إمان دونا ونقون دونا سيران أوغهي قرشاها إلهي بافولية لكن تاسكو بشاريسو مجري دونا مدح وينة صوماليا دولة قبلات أو لقو إمان دونا حمر نينك لقتكو إمان دونا إساقا وطا بابور تيسي غاشامن كو حبض كرا ايو كو آن كرين ويلشي مريفلا نعبتاي وابا سيدا آت او دكتان او دكايا ديگل كنفس ديسي او اربتين عايز كو كان درتيد وابهن لكن انا يابا كمسولة ايغانا وينو اقوليهين what can you change from it محاكا بدلي كريسا هدي الهي ميت كعفية آن لدين لفتا قرين اما براو كسو بحي اما بيدبو كسو بحي اساقو ويلشي مريفلا اي نه قد قدودن معني اي قلبنا ايان حمر إلهي لمبر أفر إلهي فيلا صوماليا على مسارك ما يشو كل حايو والله كلا حيرا يا داهرو أما نمو أما نورو عيل دراد ديسي سكين لك نكي مسايري صومالي دو حيني جرين مسارو كوشن ليستا مسار كوشن ليسو It's up to you لكن وحان كو شايا داد كاسي داب كاسو قلينين ويسكو دا ما تشاكا داسي مركا لفتا قرين وحكما قادي كرتيدي ولا علىها ونعكسن قال جعل كأه قال جعل اسمه صارنا قال جعل وحجرة السجبة نبنا أذين كنب أذين كقبة ومالن كصدق قال أكسه جامسان وعبسي بروبلم أدو كنتان كواصنا أنا جوان أجنحي
walaaltinimadeena ma kala go'eyso maxaa yeelay dhulkeena ay noogu yimaadeen daaqsin baan siinay wayna la nool yihiin dhibaato iskuma qabno ama isbaaradii kor aan ka keentay daba dhiig la taqaana sida hadda ay u wada dhiigeen ay u wada dhiigayaan mamnuucayna ka tahay dhulka mainland in isbaar la dhigto oo dad lagu dhaco walaa raxweyn aan wax dhici karin walaa hawiyan dadka ku dhici karin walaa diraan dadka ku dhici karin waa daaroodan dadka ku dhici karin dan wadaagaan dadka ku dhici karin isbaarada sida ilaahay uu xaarantinimay nabi maxamedna uu yiri ha la salbiyo ninkii dhigta taasaa ka go'an shacab soomaaliyeed xataa gaali islaam marti ah dhulkeenna laguma dhacaayo meesha annagu aan ka talino sidaasaan ballan ku qaadnay soomaalina way naga nabadgelaysaa ha ciddii edab daranna futada xabadda laga gelinaya hal nin oo golxob hawiye u dhashay stateka mainland ma joogaayo golxob wata hub iskaba dhaafe shacabnimay ku joogayaan adiguna hawiye macnii waad u doodaa hawiyena kuuma oga taasi waxay ku dhahaan idinku hawiye ma tihiin waana is-ogtihiin xawaadle inuu daarood yahay uu is-og yahay iyagana way qirsan yihiin niyow xisaab aadan waxba ka helaynin xamarta maanta la sheegayo raxaweynta aad leedahay ma arkaysee macnii waxay tahay male waan xiraayaa iyagaa madax ka ah soo ma ogid gaal jecel inuusan guddoomiye ka ahayn intaasaa qaaq aad ku haysaa soo ma ogid awood qaybsiga gobolka banaadir haddii la dhiso gaal jecel hal inuusan ku jirin laakiin raxaweyn ay qayb leedahay xataa damul jadiid haddii loo raaco annaga laakiin taa maba rabnaba waxaan rabnaa 50-50 aan rabnaa xamar marka qodobkaas isagaa daayiro ha ku deeqo walaalayaal wararkan hore u geli doonaa waxaan aadayaa villa soomaaliya meesha ay marayso casharka meel aad buu adag yahay balse waxaan ka horumarinayaa cabdirasaaq nimay cabdinaasir nimay dhahaan oo ganacsada ah qabiilkiisu ma garanayo ayaa suuqa xoolaha lagu dilay caawa cabdinaasir dukaan ganacsaduu ahaa kamarad ku xir bay dhaheen dowladda xasan shiikh wuu ku xiray markaas kadib shabaab baa u yimaaday waa isla xasan oo haddana maryo gaagaaban fur bay dhaheen dowladda u tegay huriwaa uu u dacwooday waxbaan kuu qabanaynaabaa la yidhi kadibna waa la waray fiqi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ku magacaaban mar uu ka hadlayay qaramada midoobay waxa uu sheegay in somalilan doorashada laga qabanayo ay goobjoog ka ahaanayaan ay kormeerayaan doorasho xor iyo xalaal ah ay iyagu ka doonayaan waa su-aal maalinguur maa kormeeraayo ninkii shabaabka ahaa ee qaraxyada u qaabilsanaa mudug iyo galguduud makaasaa kormeeraaya nin xaafaddiisiba aan nabad ahayn yaa haradheere maleeshiyaadkii habargidirta ahaa oo cunto loo waayey dhulkaagiiba ma tegi kartide walaalow maxaa soomaalilan kaa galay isaaq maxaa kaa galay taasi waxay qayb ka tahay nacaybka fiqi uu u qabo beesha direed oo loo yaqaano weliba isaaqa meeshaasaan ka aragnaa waaya waa la yaab isla fiqiga haddana waan u kaalmaynayaa shir ka dhacaaya dalka jabuuti oo igad ay waddo ayaa jira shirkaasi waxaa la doonayaa in wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya fiqi in meesha lagu kulansiiyo oo igad baa soo kala dhexgelaysaa la yidhaahdo maadaama shirkii turkiga etoobiya iyo soomaaliya uu burburay qolyaana masar ay aadeen laakiin shirkaasi ismaaciil cumar geeli oo hadda ma arkaysa macnihii baris jooga oo weli sii xanuunsanaya ayaa ka dambeeya waxaana qorshuhu uu yahay fiqi markuu meeshaasi tago niman saamshuutaro wata aan la arkaynin inay toogtaan laba ma sheegi kara marka nimanka tooganaya maxuutiin la keenay oo macnihii tababaran oo toogan doona miyaa fiqi mise macnihii tiimka ismaaciil cumar geeli ayaa toogan doona anigu ma garanayo laakiin maadaama nin bani aadana uu yahay aniga haddaan ahay digil aw miriflina uu iga soo horjeedo fiqi in la igumaado ogol yahay aniga laakiin shirqoolkiisi waan u sheegayaa fiqiyow ha loo sheego jabuuti igaad shirka ay abaabulayso shirqoolkaagaa yaalla madaxaaga in la qarxiyaa la rabaa snaiber baa lagugu dili rabaa qaado ama ha qaadanin
لكن أنا جوريه وحنا الصوماليين وقف بمعنيه وحي حقا هلنه وجد بيننا معارض يا محافظ يكو الربح طائنا إن الدلان مركب تفقي سداس محل له الدلايا وأن أجعي لكن مرة بينها شاكتاس وقت أمهايو هرجبا إهاية إنرجي معني أمهايو لكن إن لتوكتال الربا صوت له الدلايا محيطاي قيل لا كدم بيا وحا كدم بيا إساقا كدم بيا موسى كدم بيا وحاصرنا وحسكو حرحران أو سلسلة مارك يسمعني فقه إساقنا وأجي هاي إساقا معني سيدة هيركا إسلق جارين يا موسى سكستي أهاتبا صوت له الدلايا وامحي عشر كوما بحين كره هذا منا معني وقت وما هاي انرجي وما هاي قضب كاسي وان كو قد بينا فقه أهل قارسي يدل كاسي وحان آدي دوننا قدو يلوق مريحان او كترسان سيدة داروت يمعالين ويني او كترسان ديقل او مريفلي رصاصة اي اسكوشو بين مانتي دور راد دو واكدقي رصاصة مانتا اسكو شوبين نين ايا لغاقادا وعي معلن ويني مريحان اللباء لغاقاد لي وحانا صوكالا نحقا لي اتوبيان كماشا تشوغا والنصيب درو صومالي مانتا اتوبيان اي اجنبي كلية انو نحنا حاديو صومالي دو انا هشين كرين محالا اسكو هيا شاكادا قون بانكا قصو باللابيا وحان ربا انو كهدلايا ارنتاسي إن أنا أجهد لين سيسكو درأة لكن صومالي وحان ربا إن أنا أجردقو هدي معلن وين أجردرية هي هدي مريحان أجردرية هي سيسلان نماء صومالي دو إنا يقول هان ورمعلن وين أدا جردران أما مريحان أدا جردران إنا يدهان أيان دونية لايف كان أيان دوي ماركي سمعني نين ويل معلن وينه ايا ولا شي سي مريحان كو وحي كو درباحين لوق غدهيدا سوق ويلكي ولا شي سو او هيليي او معلن وينها اها مريحان وي سو بخين وي اسوغو تاغين وي غراعين ماركاي غراعين ويلكي معلن وينه و سو بخاي قريب و سو قاتاي وها وي ويل بو دلي او ويلشي كو غوبتاي كميدكا اه ويلك مريحان كآلة دلي وحالك فريستي جوجل جوجل شي أطالة والله وضا هدلايو مريحان اي معلن ويني اي جوجل فرديان دي انك لقادنو اي هشين ايان اي مرميان ويلك إلا دلي ولالكيسي او نيسا كترسن سمبلول شي عيدا مديسي كميتكا اي حسن شيخ محمود ايا صوبحي gogoshay wada hadalka uu ka socday malaaqi macallin weyna ayuu ku toogtay meeshaas hal su'aal baa soo baxaysa meel gogol loo fadhiyo nabadeyn ah mareexaan inuu soo baxa gogosh intay dhamaanayso xataa in la sugo ayaa quman yaani gogoshii aan dhamaanin iyadoo loo fadhiyo diye ma qaadanaa sideen yeelnaa مريحان يمعلن وين اي غرك لقادن ايان جوجل ان ملاق لو ديرو ميل نبادت ملاق ان لو ديرو مريحان هدو كسخان يهينا سومالي وحينا ليدهي اسغون مريحان كلا ظلمين مريحان او كسخان يهينا دحدو هدي مريحانكو او كو قلدن يهينا سوماليدو حدحدو او كو قلدن يهي هدي معلن وين جوجل لو فديو ملاقودي مريحان اي كدلين معلن وين اي سيداسي كسحيين صوماليو هاتيرادو معلن وين سحن هدو معلن وين او قلدن يهينا غوغشاسي لفديو لا توقتي صومالي هاتيرادو معلن وين قلدن سي حق صور له او الهي درتيس دحداسي markay dhacday gogoshii oo lagu kala cararay diyadii oo loo fadhiyo bay gogol wax ku dileen mareexan okay waxay dhahayn mareexanku anagu wiilkan bari buu naga yahay shaqo kuma lihin macallin weyno waa idin ku soo wareejinayna keenay leeyri keenadi waxa weeye Itoobiyaan baa loo gacan galiyay ninkii wareejintiisi way diideen mareexan meermeeris ma taqaana ayay galeen sida haday galeen waxa lagu yiri tamaarkaysa mareexanow
سيدنا ما أنفعيسو وحبان كوي شينيني جوجل بان نقدشين ملاقنا نانا قدشين حدنا ما أنت وحيكو دارين متكلا يدلين ومعلم وين دلين يراء كو مركا يدلين حدنا وحيدين قواوينا إذن كدشي معلم وين وحيدين ورأدين كان نقدلي قواوين وحيدا لأنه مدلين مريحانا إذن كدلي معلم وين وحيدين أنه ليقين مدل دلبو قلي مركا مريحان وحيس كسوجرين رحوين أولانا كقورتو بار ديري يلوق يقدو وإني كقوران رحوين وحبا أميالو إلاي باتهين وحبا إذن ميالو لول كان كقورة لول كان وارلول مريحان شقئي شغل كمالي دين أغا بيدبو ما نجعنا الذين ها كوريت كمالي دهان أي عرورتو دو أسوقاتين معلو ويني رصاصتي لحظي لما مريحانا كل مطي حالنا وألغينا وعي معلو ويني إتوبيانا كل حجرة حدا أنكول الله يو إذا حدا ما بومبونين أرنتاس أنا أنا إنا بومبونيو وعلاد داد أن اسكدي لمرهبا لكن أنا أقول حقيقة شيئية وحي جران شيئية حدا والي سقربان تمنايا أرن كان فيلا صوماليا كدن بيسا اسكو مدي دنين لكن مريحان هذا يكون صحيحين ما أركي سمعني رحوين قدو حيو ميالو لوق هو يدو ده هكو وصان بيلين هذا مريحان كان براه بلشة ده يوحيك لين هو يدو ده هكو وصان ورحوين وحبق ميال ماشان أفحو ماذا كان نحيسا لوق دي وايا قدو مركا ليس قال اللي مادو لوق أو ماذو لوق أو ماذو دير ليري لوق ساو بار ليري شام حدي صومالي أردن قرآن كاللغو باري دين تاللغو باري رحوين شام حدي اغو ويني اي محكمة دي لوق قسير قدع اي دواوين اي معلين ويني ما انتي من رحاو حيليين كالقورة هالقورة رحوين ما تجوغي كران حسابت ماشا سي جوكتا افلقا دادو دانا وي قدارت هاي اما برهير علي اي صاحب دي ساكدن بيان لها فرتاق اي اكدن بيان لها اما كمدن بيان لها كل ينوى ومريحان وحاسدا استاغن كسك الدلك اح اي واحد لحايا اي واركا معني دان دانسيغا الساسة يكون باللودين مركا معلي وينا صحن اي مريحانا صحن صومالي بان ودافيا انا قلن نرحا وينا نهاي هدي رحا وين لغا قلدن يهينا وحاوية وحان لايه ولغا قلدن هدي رحا وين اي قلدن تاين وحان لايه استوب رسول كاسيد اسنا امره عليه الصلاة والسلام ولالك هدو قردرية قبو هدو قر لي هاينا معني قبو ومعني قردرة كعلي سيدا سو نفري لكن انو ما دام ورياء انا هاي ورك سيدو يهي بان ايدي سي من ريحان هدان كأي حدين معلنا وكأي حتي ده هدي رحوين ان كأ هدان اسكسو اروريو دقال كوا قدو قدو يا اسكال بيتاقن تامرك البار ديري اللوق ايب هدى سو مريسا من ريحان وحي تاقين قدو رحوين وحبال لقا ورسن ماي على سؤال باتاقن مركا قدو يا اسكالي اذن كا كفا اللونا هيا مكروفنانا اذن سين دونا معني ووضا حدلي دونا مركا قدو كان دمينو قدو يا اسكالي رحوين قدو كقورا ليري من ريحان بالي قدو حكا قورانو قدونا تاريخ دي بحان اوغا هاي آل تجوبي كميد اهيد درات ايال السمييي معني بقول اي بايبا بايب آل تجوبة اسكو اهين إلا اي جوبة دو حوصي وحانا دان هال جوبة واي آل تجوبة اي باسي هال جوبة اللي جري قبل لده جوبة حووي شان قبل واي شابه لده حوصا كل حيية اي بنادر او رحوين اي كتلين جرتي مركا تعب كماشا سو جوغا ورمر ريحان ميا اسكالي قدو مسر رحوين با اسكالي واي حسابتا وركا انو كلا عدي هاي واي وإن لك كلا قرقاتا قبل كقدم مريحان با إسكاله مسر حوين با إسكاله يا مرتئة وإن ورك كلا عدي هاي صومالي دو وإن رنتا يسو شاكتا هو بالله معني يا إسكاله قدو قدم مريحان با إسكاله مسر حوين با إسكاله هدي مريحان أولي هاي مريحان إمي سدق موين إي تولوين أيو كدقين هاي وحي أنك كمبيوتري نوغو جيران انت دقمو يتولك انت يهوستي مابدو قبيل والبو دقن اصلك
راح وين إنه ليه وين أجنى لكن ناو هذا أن جوجنو وأنا سطر صندونا وحال غي يا بابا ماركيس إن أنا لصوب إحنا كمبيوتر كا دجمول بأنت طوله هست مادة قبيل كدجن طوله كستوان كمبيوتر كا يوجد تاني لحد قبل يو إن كانوا ويتعلى وحان ربا إن أنا أجادو يا كوبدن قبل كجدو مريحان يرحوين إلا مريحان سجا وحوتاجي هاي رحوين وحومي على الجذح كجورانو هذا الكان معني ويسمى مي هاي مسماهن فوضى مي هاي مسماهن دجال أوجد متاي مسماهن سومالي ده عبديسو قبل كجدو مريحان يمارك يسمى معني رحوين عدة إسكالة لوجي مادي حد الدجان أهانا كوبدن سومالي إنها مريحانا كوبدن إسجال لوجي مادي isaga dadka soo dajiyay cabdeeya su'aashaasi daarood yahay wiye idir iyo digla oo mirifle iyo dan wadaag raxweyni marayxaan intaba waydiinayaan macni wada noolaanshiyaha iyo garta islaamnimada in la kala qaado laba way horta yaa iskala inay kala cadahay way raxweyn miya lagu soo dagay oo macni iyaga miya iskale marayxaan oo majeerteen soo bursanay walaalooda ka soo xararay miyay magan galiyeen oo markay samacnay deegan siyeen oo markay samacnay la nool yihiin mise mareexaan ba iska laha oo gedo raxweyn oo ordaysa ayaa mareexaan magan galiyay oo deegan siyeey ina kala cadeysaan al raba xaq been way soo dhamaatay walaalnimo iyo wada xun waa gooni laakiin wixii runta taariikhda iyo siday tahay okay hadda la jooga mareexaan markuu leeyahay raxweyn ka guurta gedo raxweyn miya ku badan tuulooyinka iyo degmooyinka deegaanka mise mareexaan baa ku badan tuulooyinka iyo degmooyinka who is majority america aad aragteen majority waa wax lagu hoggaamiyaa madaxweynaha dimuqraadiyadda who is majority in gedo qodobkaas isaga ah live ka ayaad ku sheegi doontaan marka mikrofoonka aan furno maanta qodobada ugu waaweyn waa axmed madobe shirkan aadi doona شركة مجالة مقدشو واقو فشل مي هذا أنقل هذا لايو أحمد مدوبي حمسة عبد البري يا حسن شيخ محمود أيا فيلا صومالي قول شر جارة كجرة أحمد مدوبي ما أنت مربو كسو تجي دكيلو يمات ربارك هتل كيال مركو دكيلو يمات دينا حمسة اللي جسوا ضبط دري سجع توك توقي محال اسكو هيا محا لا اسكو هيا احمد مدوبي وحو ليهي صاحي بيال دلكو وانو دور شادا حسنو انك مانديتكو انك دمادي دور شاينو فسح اديقنا لبدا كنشاني لحي لباتنك دور شا عبدي عبدين تاسنا وإن بنتلان ماشي أي فردها أدقوا نين أبقالة تاي لفتا قرين وانين رحوينة قرغور وانين هبر قدرة مدالي وانين أبقالة قدلا وانين أبقالة أنا قلن نين أقادين أنا هاي هذا ما فهم إيسا ما أنك كلي أقو آمين كرنا مدى كلي سيدكو كنتي لبضكن يشاني لبعتنك إلا يجون وان اسكت جوج جوجينا دور شق في عضنا ضلك وان كهر قلنينا دور شد قف في عضك حق لك هير قلنا يا هذا دور شق في عضة هير قلنا يزيد بنادر محد وهر قلنا ويس أو بلنتي قولي ديجانك ما بينا يسوس شيء حتى أحمد مدوبي يزيد أصل الله صباحي وحونا كارك مرصد الداروديزم وحير الدارود أنا جب بس هكذا جوجا أنا حمسنا هالقفانا dadka macnihi golaha wada tashiga qaran wax go'aamin kara ani kaligeeyaa ka joogu yiri daarood ma kaligeeyaa macnihi daarood ma tali kara marka buntulaana laga booda qaatumana waa in lagu soo daraa ahmed madow meeshaas uu fariistay xasan sheekh maxamuud waa la caayay saakay xasan ahmed baa caytamay wuxuu yiri saaxiib dhageyso soomaaliya anaga way naga badan tahay uu yiri adoo oday 70 sano jir ah in markaysa waxa rabtid macnihi aad sameysid
annaga ma kan damaanahay yiruuriya annaga kan damaanahay isuga ii jooga doorashana qabsanina waxaan rabana ii mariya kan damaanahay ahmed madobe waxay noqotay in jilbaha la qabsado markii dambe lagu dagtay macnaheey waxaan siixay malaan u yiri siix ma aan xataa nala joog joog ah leerinayo joogista kaliya joogista muhiim ah horta sidii aa lagu xilxiliyay sidaasuu ku joogaa hadda guudlaawa maqan isagana xafladii jowhar shanta macnihii hirshabeelle macnihii isagana hala sugaa ka jirta xaaladdu waa hadhahadha ma arkayso wax kominike la soo saari kara mare xasan marka kelmadda looga xanaaqay aan kuu sheegaya wuxuu yidhi guddiga doorashada kan dowlad goboleedyada iyo kan federaalka hal guddi ha noqdo hadalka inuu ku galo waay guddiga fiiri dowlad goboleedyada guddi aa u dhisan doorashooyinka state walba guddi doorashouu leeyahay kismaayo baydhabo jowhar iyo dhuusamareeb iyo ma arkayse macnihii xataa somalilan garowe xasan wuxuu yidhi waxaasoo dhan waan laalaynaa maxaan samaynaynaa dastuurka maadaama afar cutub aan bedelnay yacni guddiga doorashada heerka federaal iyo kan dowlad goboleedyada oo dhan hal guddiyaa laga dhigaa anaa magacaabaay guddigaasna ma arkayse idinku labalaba keensada anigana sideed aan keensanayaa sideed anaa keensan fiiri soomaaliya oo dhan guddigeeda halaa laga dhigaa isla guddigaasi ayaa kismaayo doorasho ka qabanaya baydhabo doorasho ka qabanaya ee dhuusamareeb doorasho ka qabanaya ee jowhar doorasho ka qabanaya garow doorasho ka qabanaya haddii loo baadana hargeysa doorasho ka qabanaya waa hadalka uu ku leeyahay axmed macalin fiqi hadda doorashada soomaalilan waa inay xor iyo xalaal noqoto yu n ku kaleeyay hamigooda waa sidaas isaaqan annagaa u qabanayna tan federaalka xamar lagu dhigaayana weyn madaxweynaha soomaaliya lagu dooranayana isla guddigaasi haye axmed madobe iyo lafta garen waxay dhaheen guddiga haddii la keenayo ma arkayse haddii axmed laba uu keeno aniga laba aan keeno guudlaawe laba uu keeno qoorqoor laba uu keeno aaway ma arkayse guddigii kale ee garowe puntland xasan wuxuu yidhi guddiga kale ee puntland wasiirka arrimaha gudaha u jooga isagaa soo xulaaya waa marka macnihii baasha ay faariyaantay waay dagaalka markaasuu sii fogaaday way haddaba maantay nin afhayeen u ah xasan sheekh maxamuud idaacadda ma ka aragteen villa soomaaliya meelaha in lasoo dhigay mooji iyo telefishinka qaranka isagoo dhahaya waa loo dhan yahay shirka meel fiican buu marayaa waxaa fadhiya dhammaan dowlad goboleedyada sida ma arkayse macnihii kismaayo baydhabo jowhar dhuusamareeb iyo wasiirka arrimaha gudaha ma maqasheen mise ma idan maqal sheega dee wasiirka arrimaha gudaha ayaa deli booskiisa lagu bedelay bal xasan sheekh maxamuud ilaahay baan kugu dhar hala ii feermeeyo kuwaan puntland waxaa matalaya xoosh iyo tima cadde miday dhahaan oo macnihii aqalka sare jooga anuu ma aqaan dhulbaanta miyaa ma ogi adiga puntland iyagaa matala ayuu yidhi wixii maqan oo dhan matalaadooda way joogaan somalilan saalaxa u joog iyagaa wada feermaynaya waxay dhaheen caqli dameeraa wadataa marka fiiri madaale dikreetaa lagu soo magacaabay shirka wuu joogaa laakiin madaale lafta gareen ma matali karaa maanta oo guddoomiye gobol ah axmed madobe ma matali karaa madaale ma matali karaa qoorqoor madaale cali guudlaawo caawa hadduu jiran yahay madaale ma la dhihi karaa isagaa matali karaa ninna waa nin lasoo doortay sharciyan xataa xasan sheekh maxamuud inuu goof maran yahay bal ilaahay baan kugu dhaarshay ninkaan qartajeexa wixii xamse uu dhihi jiraa soo baxay dalkan annagu qartajeexaan ku wadaynaa meesha aan u wadna lama oga xaqiiqadiyaa soo baxday fiiriya wuxuu leeyahay xamse qalin ma leeyahay hadda shirka uu iska fadhiyaa laakiin go-aanka golaha wadatashiga qaran yaa gaara dalka yaa maamula dowlad goboleedyada xildhibaanada ma xamsaa soo xula ma madaalaa soo xula mise axmed madoobe lafta gareen qoorqoor guudlaawo iyo ninka la yihahdo deniyaa soo xula yacnii xasan sheekh maxamuud wuxuu la yimaaday
ninkii la doortay garow fadhiya سعيد عبد الله الدني او معني صندوق قصب حي او حسان الدهيستا لو ما بهنا نينا انا يقول مقعابي سينكو فهم سيا شرعيه حسن والله دورتي حسن واحد دورتي حل فيري مدحويني يا شمام القبله جبا حل دبان اي سو حلين ايا اسقى دورتي اسقى هداي دورتين مدحويني صوماليا ونقضي وحو صوم مقعابي رئيس الوزراء يقدومي قبل مدالي إيه وسير أريمه جديد وسير كأريمه جدها وحاصوم مع عابي نكِي صبو صوم مع عابي وحاصوم مع عابي مركا إميونتي ما بالهمبا لميت من نقول كلام مركا حاش نلا صوم مع عابي واي سعيدني لو أنا نلا ضرتي هذا آدم مذابي يا حمسة ما اسمه مدبا خلط كصحافة الصوماليات أي سميسان كو شيء وحيد لايان مسؤول كلابات إدلة كصوماليا رئيس الوزراء وقالت كالجلاي رئيس الوزراء ما هن مسؤول كلابات مسؤول ككوباد ومدحوينها مسؤول كلاباتنا والرئيس الوزراء وقدومي البرلمان لماذا لاسي صندوق قالوا قدرتي اسكو عطب كصوب حان اسكو عطب كل عان لكن رئيس الوزراء وانين لصومك عاري نين لدرتي بصومك عاري وشقاله إيه شقيوي برلمان كان وحي سيين وقلان شهي محنا انتاسا كمقن مركا بنتلان حوشا متليسا حوشا متلا يجري وكان هذا ماركي سيمعني حوش لنحقه يشرك واخر تجح وهدا هدا ووحن شقينين تم عدنا وحو متلا يا ميا اي دنو بنتلان اما قاتمو ساسو تاغي حسن الله ري مركا احمد مدوبي كاركي دارودو استعمالي مركا وحو سؤل لك سدي وحو يري أنا دارود كرغي ما متلو هلا كينو أما أحمد مدوبي ما دا عد بي كتهي ماركي سمعني دارود إن او متلو او دفاعو ما يا سبت أنا كو شيغاي وحالا اسكو هايو لن إذا عده مشيغين إلاي هدا انت عن لغيستي أنا هدا كو شيغاي أحمد لبو الحاد أيو أغري مادي حسن سيستم كان أوتو إيه حسن نكي شلي تاغير أيو واي دولة دان ملكيلو كاها مركي صد حسبيان سماينينا ليرينا صوتو أبودي معني دولة دا بقولكي بصدن قادو لفتا بقولكي صوتو أبودان كو شيغايا كسمايو يقروي لبدا سمامل إمارات با إسكالي إنا فهمتي دواي مر كلام كوغو علينا هيا سكوبا نسي أوي فهمتي بنت لاند إيو جوب لاند أحمد مدوبي هادا تشوغا وحا هيستا إمارات لحوش حتى ماشا لو درا انتا سوا هيستا سومان إماراتك يا حسن وإسل السعوديين لكن ويسكو دعين حسن هو بودي قدر أتغي إرقو أدرس دي مدفر بدن فرماجون أتغي دن وحاجر تأيكو مدوبين مركي كارك إرسا مالي وشقين وآيي موسى وبودي وأنك حتى إساق وإن بدباديين إلهي باب بدبادلي مصبحي in that point وانا قمت نقايا رحوين thank you دهي ساك ها درتا thank you وانا عندهنا سرب بدن اي دجيين نمان كان فيلا صوماليا هرقيسة نينك معاني كور وقب عي دارود رحوين إن الله موجدي وحلوسة وريجيي إن له شيسيو دارود دارود يهوية إن له شيسيو قدر لغو شيسيو مك اي كالقاتان سقاشن يكودي وحي كالقاري هشيس كاسي وحاكو هس دوبنا عيل شدال اه او هول هول ليرادو او كو يالا قبل كسول لول بحانتا اسكليهين كاسو اه وحل لوب دليبا لا سعانوت سببت السول سيال بلود دقال كو اوغا قرحايي هب ديبادا لغا كاني
لا يسقر مناي دنا عوالبا عيل كاسوها شذا البدن أقول عيل كاسي قدر بالقوله الشيء قال إنك هوية هيا داردنا وحي هيان لحنشير لولك ماشى السجى إيمان عيان فرماجة يا حسن وانتس لكن فرماجة حسن ودبي بنزين وأنا قيد كمدة فادي ياسين وحو كبودي وحو كبودي ورك ما كنا إيه وهي وحد أفكر تامركا مقدسه يقدر لنا عاسي كسميهين علكاس يا مدى حيث اللي اسكت دلايا نمانك قاتم اللي هذا مركا أحمد مدوبي هشيس أهوحو قبا عيل كاسي هول هول سول كويا اللا إن إمارات قعانتا أو كنغو مقدشو عيقل لغو تاغو يقدر تيدو إسودتا يدو إمارات كو قدر لدقا شيء عند كر لو عناي ودلبانتي امارات دني احمد مدوبي دني احمد مدوبي اسمه اقولا لكن وحمدينايا امارات كواي حتى دني اساق اسمه اقولا مصبحي وحمدينا وامارات دناها كل ما يعرق يا اوكي دني احمد مدوبي امارات اني انت اوغليان قاتمو ضربنا عشرة كسيه مركه وحنا كنا هاي حسن شيخ محمود شهد قدك سوى حوي فردينا معني حتى معني لو شيء ان قاتمو المال قليو بجت كذا افر مليون هدو على شبان كنا هاي ايضا ان السمايو امني عيل كاسن لا سوقو سلم اذا عيل كاف قوي وهذا افر دقيين هذا ما فهمه يسا مركا قاتمو وإن أي شركة كسو قيب قشا شروط مركو كدقا يا أحمد مدوبي قاتمو إن أي شركة كسو قيب قشا مرهبو وحو أقيا هاي شركة إنا لقى سو قيب قلين كريم ما المر إنا يسانا هاين ما أمول جراء معنى إنا ما يسترهد إنا يسانا هاين قاتمو دو بأودي دي هاي حمر أحمد مدوبي إنا فهمت إسكو دا يا ديجا مسكع دا شيل قاتم دا عيل كهول هول إيادا عليه عيل كاسنا إمارات إي قدرها كتر تماية حسن إماراتي النقضي أول وكبح يهد قدري النقضي قدر إي تركي ويسكو حريين تركي غنا معانيه معادين تي قلمدو قسي حسن وصيحي تركي غنا أدونك حوكا إلا لنا يا إساقو ناتكا ترسن نوغير إنو سمايستو نوغلير تو حيابا لغو سمايينا قلمدو دا لغهلا يا صوماليا هر قلبات كتركي جيسي إلى لرايان وين إسلجران وحي حسن أقو عريسيين إنجريسي مرايكان يتيم كان تركي محاد أسيسي معادين تان قندراس كان شدالك معادنت كلمدو إيه تركي إلى لرايان وين إسلجران قلوبهم شطاوا تاسا كان تيقوغش قروي إن إنجريسي مرايكان أي تاغيران قدر إمارات إسعودنا أحمد مدابي ما أقول يا هاي إن قاتمو شركة لقصو قيب قليو قاتمو هذا ورقة يسو صادي إياقونا أحمد أطابطي ما سؤقا أحمد قاتمو ما أقولا سقال كي بلا لدقين هاي حتى إن لك هذا يديدين إساقيا حمسة لكن تاكو كان لقال هاي هذا ورقة يسو صارين محينهن أنه قبل صوماليا كميدا نهاي إن لقى بودا ماهن أما ما أنت حسن هدو إلى قاتما صوب على الشركة قوانك قيفة كوية لطو ما أقول أحمد مدوبي إدني سياسة ضد من مباهم بس داس أما لبقى جراد بقى سويرا راي ما قاعد يدود إذن كاكالي يقان لبقى جراد منا حمرا لقى صوت دي راي منا معني ديغانك واحد ليا وحاد داعت مثل اي دهان قلت دقالك اي داعت
كوي هاي إدنك إدنك رادية ما كلا قناني جراد شامع على بعض الله لكن متك حمر هذا كوري مادي كان لسوء أديك سدوي واهي أو تيمك حمر لصفن أو خطرتك واه أو سمالا إن الرعيو قرشها آخر كوية هذي ما أركي سمعني يقولولاته لكن كان دمبة أيها داعدة كان دمبة أيها داعدة لكن ما لا يسكو عايان إياك هذا سيكستوية هاتبا أحمد مدوبي كار كاسو حقضي وحانا لسكو هيا الدقال كسيداس قاتما إنا يشركة سو قيب قشا إسكبا دافي إنا يسو دواتا أحمد مرابو قاتما إيا حمر ويسوطان لكن هذا أما بنتلان يجوبلان هذا ويسوطان ما يسكو وطان إمارات إنا يقعنت وقليان عيلكا صالحر عيلكا سواكي صال لود لي سقال بلوتا دكور دقالك أقوين ماشا سواي إمارات أو قدر كعرراي إحمر أو قدر هذا كسو حيران إنتا سيادة فهمي ويسي سياسة ومسعوتيد إنا فهمتيد وهل قدر دارود بو أدنين يا يأمد دنين هايو هذا إيجا جواب هاي سيدو كره أحمد مدوبي قول يلي يرادو سي سيكس بلاس أو معنيه كرجوكتين في الصوماليا مشاريع ذا يو معنيه حيثم أدو نقالكم بحية أو حالة نفر ديا أيا هشيس ولقالي أو قيرات كقصية توقيسي وحيكو يرادين نيو أحمد وممقلي انتو أوسان كسماية دارات سودقين نان دراس مرة ربطا عصوب إنان كسينو ها من ديد لا إيمو وحوي رسالة بانسو قادن حمر أما أديك السنة وصو عير رسالة يا وحوي كل هين سنة باشي جيسا لبس سنة دا سو قادة تدنا أو كرسي ما النجا من ديد كوجو مسين النجا خن دراس كوجو مسين كرنو معني كرس كرس شو السنة إلا أرنت مر كان معني جودة اللوج لي يا قيراتك وغيران وإن أفر سنو من ديد عصب لا يسكوها لينكر آدهي ستا مركاسا وحكو فيرمين كرنا سيدا سمياها أحمد وصابحي قرخينا وهي المامي إنو مدوبيو كسمايو يميد وحيد دقنا يوردن ماشا مامل كي ستابع سناو إياري إذا عدو مشايقن وركان فحوين حتى كل كل وحكو يرد قيستا نمايهو حمر بان تقيا مركان صور نقدان الدور شيء سدي مريد ديقلا صوكلا فرانينا sidaas uu kaga soo tagay magaalada muqdisho doorashadiisu waa diyaar markuu noqdona doorashadaas inuu qabsado ahmed amr ilaahi waa gaar ma ogolaanayo xasan markaysa waxa uu wado sababtay tahay labadasi ayaa u diideysa hadii uu raaco imaaraadu isku dhacaayaan sigis balaasna kama helaayo wax qandaraasa finita la muusika intaas ma garatay marka daarood miyuu u daneynayay mise uma daneynaynin وحن كو عدين يا هدي الدارات كل جيس للاين عيو أحمد دنتي سكوين ومتشو تشين عيو أو والله يا هدا لكن محولة يا هاي أنا وقاعدين بنا هاي وقاعدين هل دقمو كدق على الصومالية دقم هذا اللي يرادو معنيه في مدو يوحي كأجنو تعطيه الدبلو هل دقمو أنت كردت كان لدقنا مركب ماركيس وأنتي سخطب كسرون وكشاعي دارود مكلي جاي متلي كره سيدا هويو كأب أفجبت جبعتنا يا تاسام الرعاية مركا أحمد مدوبي يا حمسي لول كودي صعد يا عين ما أنت هدي الصومالية ده كان دور شل يرادو وقاعدين عطك وكهلا يو يا الصومالي ده كلا يا بدناي دارود كلامك يا بدن الصومالية تصالي دولد دي اي كتر سرايين دولد دي فدرال كإتوبيا رئيس الوزارة كحيقين كوايو وانين عيساء وسير كمالية دوايو وانين درع ماشي ايو اي كتر معني اي انقا اوبادن اي دي جرين دولد دي نحية ماشي كرني سنايد اي اي وحكرن قوايين مركز صوماليا هدي ماركي سمعني قفي عطي طول حساب سشي اي تمادو أفمدو أرحوين لقنا حي كسمائنا وهل دقمو معني أفرط عالن لي فرجنا ولك ليسيد اللي يدقية
ده هذا معني اللي سويته هريبي تي بي ألف صوت جبتي محيقة بكرة this is the reality أنت كلنا معني ما أنت هدي لولك حر أو نغضو عيان كلا قادو تقول قادين معني صومالي مينورتي بوكان غنايا مريحانك مريحانك معني كديقان بدنايا أنا أنا معني حمان أنا هين to be honest مركا داروت أيو كارك مرسنايا أحمد مدوبي أما داروتك لول بحانت ميدد كيسو كجي جيدي هذا النال لي سجى كدم بيجي دل كي سيد الله شاقو مارك يسمع عليه سجى كلا جابي دارود ما شرتين كي سجى بابيجي مارك يسوي وحي اللي حدا ميدي ما دي كسمايو أو مارك يسمع عليه عور ماله دل كوجي دي ميدت كيسي عبد بريال بوجي دي وما جو جنايو شبابه أها جادوسي توبي أها حزب الإسلام أها وحاسي مقره قدر كاسي سجى وحن ربا إنه عبدادو أحمد مدوبي محول لبودي عيال كاسي هول هول إماراتك وربو إنو قعانتا كوديقو إيوه قدر إي حمرو هادا كويشي عيال كاسي فرلية إي قاتمة إي تيم كان أو معنيه إيقنا ماشاسي أمانك لبجد لقلين آيو سي عيال كاسي أمانكي سلوصلو عيال كاسي اللي سكو آيا إنتا سوا قرات عبد عسيس لفت قرن كالنتي سوا محي مانا كدر صنايو مانا كجرنايو إساقنا وحواء وقعان وامحي مركو صون نغض الدورشو إنو كو قبصة دبا إدبو ضدبان إسدياريو يري دورشو ربا إنو قلو حسن شيخ محبود مركا لولكو لقعي لولكا لقعي حسن وحو تاقي ياي أحمد مدوب وحو لاي ياي نيو أنا أديك هوية حاجة وحكي عنده بهذا الله يملك جفور كأقوى ذل فت صدق لفت الجيران وأنا الرحوين الرحوين معني عيد كده بهذا الله يسامله هذا سومن ها لكن أنا كدارود هذا أنا هاي تدارود كل جيم متلي كري تاسر ودوجة مركا مديدة و قاتم واي لا استعمالاي ما حنا اسا قاتم اي كسارنت حقيقه الشرك ساس واي وحان ربا ان سير كو فشليو بارلمان سوماليا وحد اوغتين 5000 او دولار 5300 او دولار ان مشار لوغا دغاي ايغو 3000 اي جرتر قادانيه كون إيه سديد بقول إن لو قدري لكن وحكى له أضدك أن شيئين إذا عذاها لقى قريات شرا بارلمانكا أجن دول بإن أي فليان وحسن شيخ محمود كوي كسور جيدا يكون كسور جيدا إن أي كسف نقضان ما تقانا وحا لقو سمي بقول يكونتن حلدبان أو كم إذا لبضا بقول تدواتن إيه شنطة قراه وصفر ليا أيها سيقوني الله قري ليس لغو قري هشيس قارة بارلمان كي بيسا هشيس قارة كنح نحي بارلمان بدنوي نحي ها محال لغو سمي فيلا الصوماليا يه بارلمان كالا اسكو حري سيديت كون او دولار ايه الله قري حلوان والبا بقولي كنتو كاسي كميت كاه حسن شيخ محمود لوصدي صلى الله عليه وسلم لا يرادنا إنه يوعضيان سيديت كون أو دولار بيقاتان بقول يكون تنقفوض أو بارلمان الصوماليات كمد أه اسكو حير كاسي أكشقي وحي أكشقي مقعيادة قاربان كو شيقي كرا قبر حلمان أهان جرتي أو اللي يرادو حنيفة محمد إبراهيم حابسة دي وهذا بارلمان كا حرير كبولشادة إيو ما أركي يسمعني كو مقعابان قبر داسي يجامع أو سيرك عشان دقة يكوفر بدن أبشروا إنه كجيران أم لاينا يا قدوم يكحجين كل بعض وبيمال دت كاسي أيه كشقي يي فيلا الصومالية يبرلمان كلا نحق لي ولي بحريفه أيه وحقو عنتا مرنا معنيه سداسة وحقو عنتا هذا مرنا ماركيس وحقو عنتا إن أي تهي أبجال هرتي أبجال إن أي تهي أيه شاكتين يجو وحيدين أنجو عروشو أيان كو أن كتقني بيدبو قبل كباي مركي هروان عروني
أبقال ريركو ذكع عروضي بان أهين أبقال كينان حميي رحوين تان ساسان أولدقني هدنا معني وابكسون مقرني يضو محمد إبراهيم حاب سدي ليقنان نندقل إمرفلاء حلالة إنو يحي ليسان اللي أقيهي سيداسي كجوكتا حفلت بي أدقين صدنجر يحفلت دوي كقيب قلين فيلمانتا أنيقا حتى معني واسوغاي والقريي يعني ليقى باهين بايد هذي مركي معني الله عليه مشروبايي إني أبقاليهين حفلت الله أدقين مرك حنيفه محمد ابراهيم حافظ صدق يدكاسا كشقيي او سداسي معني او رحوين هل لايي لداي وليبه ولالكيد انا كجري عياره غوبلك بنادر مركي دبا جيخ افك لغا غلي رحوين دليرده ولالكيد لا دشاي او معني علنك ميلان لو دلايو ايو حنبليينيس كو دلاي ايان دوينا سريده مركي غرونك لغا خليي وايبا بترتيبا مسحرد ما انت غوليستي horta ma arkayse dad noocaas ah jira oo ka shaqeynaya arintaasi raxweyn farabadan oo waxa jira ma arkayse macnahi hawlahaasi ku jira qaar kood anagu hawiyaanahay asalkeena dhahay waxa kamid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe wuxuu yiri anigu jajeelan ahay raxweyn waa la degay ninka la yiraahdo Balaag ninkay dhahan oo xildhibaan ka tirsan digla oo mirifla ah hadda federaalka matala wuxuu yiri anagu hawiyaanahay raxweyn waa la degay قال جعلوا شيكتي إسوغو قال جعلان هايو يري سكرو ميداي دهان إيادونا وحي تاغان تاي أنغو هويان هاي أسال كان ما أركيس معنه حل ديبانو يمسؤولين نو عاسا جره وما أركيس واقي هوري رحوين والدقني شقيق شقل كمليهن دهاي قضب كاس يبدو وفهمتي مركا وحانكو شيكي دونا نكس تدي إلهي أكرر علينا قدانكو قوليست الليس كهاف إيه مرايا بقول يتكنتن كاسي حل ديبان وأن كل شيء قدونا مقعيد هذا قبيلات كيسكو جيران رحوينا كجرتة داروضة كجرة درة كجرة دقل أو مرفلا كجرة دم وداقة كجرة معنيه الدم الجديد كو أبوه وين وحاكم ده هبلاي سوسو ميدا دهان شيء هو مركي الحيرة هاي ما أركي سمعني بورس كقرس كسمعين أي شيء الله 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 إلى هون أستر هذا ما فهم أي شيء معنيه واحد بدنا نقرحين دونا هذا ما فهم أي شيء كو واحد جرة حتى اللي بعنا الشباب كلا شقية toos ula shaqeeya ayaa jira markay seemacnihi oo shabaab markay seemacnihi caadi ula shaqeysto oo xildhibaanada federaalka ah oo biladana ku xiran marka liiska markuu soo dhameystirmo waa ku sheegi doona hadii meedka cafiya aan la idhin 150 waa sugaaya liiskaas ama qan oo waxa weey $8,000 bay ka qaataan villa Soomaaliya bil walba ayaan dhaweey markii maxamed ciiro oo xildhibaan atalii qaybta xidmad jilible u dhashay oo markaysa macnahi ee garoonka laga xiriyay macnahi wiilkayga dhintay meedkiisa isagoo taagan haddana markii dambe garoonka markuu ka soo noqday baarlamaanka uu damcay inuu ku garsheeqto buuqa waxa ku furay waxay ahaayeen koow kuwa raxweynta ah oo hawiyan hayri oo xildhibaanada sheeganaya ayaa ku jiray oo mikrofoonka buuq ku furay intaas waa fahamtay annaga aakhira ma sheegayna xaqiiqada waa inaan hadda sheegnaa waxaan ugu dambeyntii mikrofoonka inta aan furin aan rabaa hadalkaan inaan hadal ku daba geeyo maanta waxaan kashifeynaa lixdi gobol dadka feermeyay feermadoodi lahaayo saxiixay oo magacyadooda idin qarsanaa oo maarkayse macnahi ee digil aw miriflaha u dhashay dadka idin gatay idinku Shariif Xasan kaliya taqaanaan ayaan rabaa inaan idin la wadaago waayo intaan ka badan digil iyo mirifle meesha laga jiray ma ogeyn inay macne intaan ka badan wax ka qarsanaadaan khald waay marka waa inaan u soo bandhigna xaqiiqada lixda gobol khiyaana aad u weyn ayay digil imir la sameeyeen iyagana lagu sameeyay lixda gobol marka aan ku cilin doona khiyaana aad u weyn ayay sameeyeen digil aw mirifle iyagana waa lagu sameeyay lixda gobol صدح يصدح إن لو كلا قادو قبرة نما يدهان أو تكرئه أيها كاني فلسفة داسي إن صدح يصدح لو كلا قادو إسرقا كاني وحال قويري الدقل أو مرفلها صدح قبلنا مدحوينة كالنقضة صدح قبلنا مدحوينة كالنقضة انتاسي إنو وركو قلواي حسن شيخ محمود و اوغا فيرمده معني اسغا بهايي سري فدرالك
waxa markaas heshiyay daarood iyo hawiye heshiyay iyo tikre ayaa heshiyay digil iyo mirifla u heshiyay iyo niman digil iyo mirifla ah oo caada qaatayaal ah inta soo agartay okay daaroodku waxay go'aansadeen in ay saddexda gobol hadda kismaayo macnahe xarunta ku meel gaarka tahay inay ka faa'iideystaan digil aw mirifle waxay heshiyay hawiye daarood hawiyana waxay ku heshiyeen shabeellada hoose inay ka goostaan raxweyn raxweyn lagu soo reebo baay iyo bakool oo keli ah inaa aad u fahamtaa la rabaa shaxda sidaasay ahayd okay nin ay dhahaan cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo madaxweynihii hore soomaaliya dhalay oo majeerteen ah cismaan maxamuud oo bahdi roobla ah afar dembi ayuu galay dembi wuxuu ka galay soomaali dembi wuxuu ka galay digil aw mirifle dembi wuxuu ka galay majeerteen iyo daarood dembina wuxuu ka galay isaaq uu ka galay dembiga uu ka galay isaaq waxa weeye dekadii berbera in uu imaaraad kula sheeshiyo uu gato dembiga uu ka galay majeerteen waxa weeye in dekadii boosaaso macnihii oo xaruntii ganacsiga puntland ah in uu iibsado cabdiweli cali gaasna shilimaad yar uu ka siiyo dembiga uu ka galay digil aw mirifle intaana gaarin dembiga soomaali uu ka galayna waxa weeye baddii m o u-ga oo cabdiraxmaan cabdishakuurna uu feermaynayay iyo sheekh shariif ninka soo iibiyey cumar cabdirashiid uu ahaa ilaahay hadda wuu dhuumanayaa cumar cabdirashiid maalintaasuu u degay malaha media sidaanu noqon doonaa isma lahayn dembiga afaraad uu ka galay digil aw mirifle waxa weeye in gobollada digil aw mirifle lixda gobol saddexdan ka mid la dhacay ninka dhacay u dhacay axmed madoobe iyo tiimkiisii reer cabdille ee ogaadeen isagu ahaa intaas waa fahamtay okay marka hawiye iyo daarood sidaan ku heshiiyeen shariif xasan sheekh aadan ayuu ahaa tuulka lasoo adeegsaday tuul ma taqaanaa tuul fiiri lixda gobol marka loo fadhiisanayo ka horaa la gatay dhulkan ha u malaynin lixdoo loo fadhiya in la gatayaa khiyaanada dhacday aan kuu sheegaa shariif xasan isku xirka daarood iyo hawiye in laga gato dhulka digil aw mirifle ninka isku xiray isagu ahaa tuugada feermada laga qaaday oo hadda magacyadooda aan kuu sheegi doonana isagaa dayuurad saaray keeya geeyey arrinta meel culusay martay nicolas key nimay dhaha ayaa joogay lixda gobol oo ergeyga gaarka qaramada midoobuu ahaa soomaaliya lixda gobol way ka gadmeen dadkan inay dhibaataysan yihiin la dhibaateeyey dhulkooda duulaan lagu yahay laakiin nicolas key isagoo raxweyn u dagaalamaya maxaa laga horgeeyey ma taqaanaa magacyadaan kuu sheegayaa ha yaabin adiga koob iyo toban qofood oo digil aw mirifle ah toddoba dhimatay iyo shan hadda nool ayaa feermeeyey saddexdan gobol raxweynay maanta idinka maqan ama ka xumaada magacyadooda haddaan sheego ama macnihi wixii idinku dhacaan kuu sheegaa kow saddex ma haaya magacyadooda waan heli doonaa siddeed baan kuu hayaa gabar ay dhahaan foosiye sheekh maxamed sheekh gabar ay dhahaan oo eelaay u dhalatay oo raxweyn ah kow nim ay dhahaan cabdullaahi cabdi garuun in la dilay iyanuu dhintay ma ogi laakiin aakhiruu jiraa labo qabiilkiisii ma garanaayo digil iyo mirifle wuxuu ka yahay aadan soransoor oo hadda macnihii jooga xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ah araareediina ku jiri jiray oo u dhashay hadame saddex afaraale oo xildhibaan ahaa raggii araareeda kala jebiyey ah oo habargidirta la socday in dhacday iyo u dhashay jilible afar korneel ruush nimay dhahaan
أو معني أن أم ليني إنه دجل أول شيء إنه جريودان أم ليني الله نحرسته محمد إبراهيم حبسدي أو قدومي كعين كلابات البرلمان أراريد هنجري حلدمان أها اللي سان أول شيء إبراهيم يرو أو حلدمان هرا هنجري أو هذا مارك يسمعني حلدمان أن أهين أو أول شيء جروالي أو دجل أو مرفلة أه أو أيام دويدنا لها قال جعل يجا إسكال نور كيس باردة وأوليو شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مدوبي أو قدومي أه برلمان الصومالي هذا إنه شوقة أو قدومي كحجين كي كوبات أراريد هنجري أو أول شيء هضمه يصدح كله ومقعيده أن هلي دونه وحالي قارها لقى سوق هذا الصقال قارها لقى سوق هذا السديد قارها لقى سوق هذا الدقل والسكو سوق قصي وحالي دجي هوتيل إلى هذا اللايكا رادية أو كوية لكية شريف حسن بقى ماشي قيه ليه دي قولان الله فريسانين بقى أبدون دان سدح مليون إليح بقوله كن يسدح مليون إليح بقوله كن أيها الله شاقي إن لقود نسايو لوضا معمول معمول ككسمايو سدح نبيع إليح مليون وسدح مليون إليح بقوله كن يسدح مليون إليح بقوله كن لعقته وحادي باي سفارة لها سيب السفارة دا مرايك كاشو بيس لكن سفارة دا وحالقا قدي ضدكي لولك إسكالها أيها صعودو فيرمينيا لعقتنا ماركي سيسية وكوان كوي متلعي خيانة اللحظة من جني أي دهان وحل ديوانة دا كسماية كسوق لي تيرم كي فرماجي وجوغي كميت كأها لكن هذا حل ديوانة مدى آن هلين جني نيم أي دهان حل ديوانة دا آن هلين نين لغو بدلي أو بايدا با كسوق لي وغادين مركاسنا إيجاد أود كلها oo macni afka mayiga ka badiya raxweynti iyaga matalay dad daarood ah oo af may ku hadlaye ayaa la geeyay safaaradaha yiri anaga iskala dhulka af may ku hadleen waliba iyadoo macni kismaayo shabaab haysta dhulkan nabad u yahay reebo oo bay daba ka talinay shabaab ah alla soo kala goostay waxaan انت اسم ما فهمت اوكي محل لو سميه marka qoliyahan hadda aan ku sheegay shanta dhimat todobada dhimatay iyo shanta nool magaciyada hadda aan ku sheegay waxa lagu yiri fermeya marka ise macnihi in saddex aan gadanay saddexna inaan leenahay lacagta guudna shariif xasan soo qaatay tii lagu dhisi lahana hadda aan wada soo fasaxay la yiri nimanka nasaas aan ku kala dhufsan tan lagu dhigan ku sheega markay feermeeyeen lacagtii 3 milyan iyo 600 kun oo lagu dhisi lahaa kan Kismaayo iyo 300 iyo 600 kun oo lagu dhisi lahaa kan macnihi hadda bay dhaba saddexdan gobol ah lacagahi kulligoodna waxa qaanada ku shubtay Umar Cabdirashiid iyo Shariif Xasan Sheikh Aadan waxana markaas fududeeyay ninka hadda ogaadeen aan ku sheegayo xildhibaanadu kamid yahay federaalka waliba maarkaysay isagay xasan firimbiya ugu cadcad baarlamaanka Soomaaliya xasan firimbiya Switzerland aan isla joognay oo macnihi maarkaysay xildhibaanadu ogaadeen ka kamidka ah ragaasi ayuu la jiraa hadda macnihi iyaga afmay ku hadlay labadii lacagood ba account-kooda loogu soo shubay kuwi fermada dhiibay oo magacyada hadda aan ku sheegay adan madoobe iyo foosiye iyo cirka loo diray tii kismaayo lagu dhisaayna ma aysan helin tii saddexda gobol lagu dhisaayna macnihi waa lala tagay lacagtii kale ee Shariif Xasan dhulkan uu ku gatayna waa haday xaalad kale $17,000 ah baxshad loo soo geliyay see walaaya $17,000 ma fiiri gaaladii iyo Soomaali saasa loo kala qiyaanay digli marifle toban kuwii khiyaanada ku kacayna lacagtiina ma helin dhulkiina way soo seexeen Shariif Xasan iyo qaatay lacagtii $17,000 aa baxshad loo soo geliyay aa wax ma leh cirka loo diray iyagoo orday Xasan Sheikh isku shubeen marka Xasan Sheikh iyo Shariif Xasan iyo Umar Cabdirashiid daaroodii hawiyana way soo geeyeen Xasan waa madaxweynihii
جواري نو قدومي بارلمانك جواري كو فيرمي كو مجرين هل إلادو ياشا إلهي هون عريستي إلاد داسنا وكو شيغايا إلان لابا إلادو لي وكو شيغ دونا حسن مرك محو سمييي وحو سمييي تنما إذن كل عدي ها أوكي شعبك هلا مرين هبابيو قديان سمينا صدن ككوبان قدي قاسي بايدبها اللودرو كدبنا لح قبل لسا ورقادو أفرمي لح قبل هلا لسا ورقادو والله هياد وحو وكيل أغدقي نما إدهان جوارنا فركيتي وهذا جوغا فركيتي مركا إيه قروكيس دا عدي أهاير مركاس سياسة دو كعصبا أستراليو كي مادي سياسة دو مادام أو كعصبي هاي كي دان كاسي وكسو قلي جواري وصومري إساقو مركا جواري أبدري إساق إيه تيم كيسي دا عدي أهاير فركيتي لح قبل هلا نسو لكن already لح قبل والا كالقات حسن شيخ مركا محو أسمينا لح قبل هلا نسو محو أولا هاي haddii lagu soo kala dhufsaday ogya inta geel ay qalanayaan raxweynta wuxuu qorsheynayaa shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe inuu isku daro shabeelay state inta raxweyn ay mashquulsan tahay kuwan macni ee soo gateena uu ku mashquulinayay haws gabadhan hawso kor markaas daacad ay ahayd iyo muraaye iyo kuwan daacad waay حاقدي ADC ماشي حارك لهايد شقا اللود دي عددكي لكن حسن هوي دارو وحينا ما تورتين ها انيقنا واقوصنا يا نيما يدهان مرداد دي وقرأينو ياي موغي ايو سوك حيي مدحتوية وحوقا ديقى افقوية محيدين افرحميدا يدهان او ابقالع او قدومية كاران او نبض ايو نالو نكو بيري جرمر كي الدنبي او لطلياش حسن هاد كميدكا أيان لو إذا عاد سوي استاجي كاسو مدحوين خوين كديجا أبقي يا بالله كان أيبا عيد مدي دولدي مرداد يا مدحوين أه محل نسايا شبه الاستيك نما إذا هن عبد القادر سيدي أو سجن الجراءة وأطيح حمر لك كان أي سجن قدون جوك شبه الله صاح شيء كذا مركع دع دابي نقط لحدي قبل سيد الله يقف الدين محل أركي كسمايو احمد مدوبا قبصدي حالنا لقى تاجي محل اركي كوي اللحظه قبل شريف حسن لقى كرقي حسن اتجي كاري تكريك على قوم قوني ولا لا يدك اديك اللفته قرين مركو يمادي بعد الله حسوقا اللي دي سومان لكن شريف حسن مركو جو تن لعبه او قدر نيت حبط سنكه لقى يدك وجيتك مركو وحو اها باي بكول كلي ان لقو عليو وليو بقولنا معني لنكا ايو معني قيب كميدا عيل بردئي يدي عاطو اقادينك معني وادي هورا لسود جيي ان ماركا يسمعني شاكاد ماركا الشريف كو كلها تحول لها بقول سر لها الشريف فوسان سين نوقة بطي لحظة قبل لسد عدد قبل عقدل هذا محاني يرينا كسمايو ماركا يسي 50-50 يعني كسوقا حق حقنا ايدي سودعنا نيكولاس كي الله صفنا ديلي مريف له حلقه دهن خي 50-50 ايا ugu yaraan la siinaa dadkan sadan xil dhiban iyaga iska leh rax weyn sharif hasan odayaashi wixii diyaaradu ku qaaday madaw nunoy marka la qancin doono kismaayo ka dajiyay asha la soo siiyay 10 xil dhiban oo markaysay qaarkood geri koomban nahay qaarkood ogaadeena asalkeen u galaa معني لهاي سيد هذا كوه حمر جوجا مارك الرحوينتا أصل كان معني ساسة أيها لقدي جاي قدوميها بارلمان كمرة وحول لها أنا دارو ده نهاي مرن الرحوينا نهاي نو حاصل لكين أي وي أجين لولك قالوا ده وي أكتهاي إنه الرحوين لي ما أنت دي تولين كل حسابه ده تولين كنا ندق لي مرفلو هاي هذا حسابتي ما ده وياه قدومك بارلمان كا لما سيئنا ده يسوي بقول هاي سومن ماشى سكارك تا مركا تاساك انت احمد مدوبي هذا اذا ما ديسو حتى ان رحوين مروا بمعنيه انو ربا انو معني سو دو ويستو مركز سيكستو يا هاتبا خيانه دا سا دعدي لكن ماركاي سي فوسي اي مر فوسي اي شريف حسن مركز سو اسكو دابناين شريف او توب مركز دايسي هيد حبس دي توبت في عانو كل دي مركز سو جباي واي اذن مدوبي مركز بيدبا ايماناي فيري حبس دي مركز داي شريف حسن توب واي خائن واي مركز داي لعكتي يا لقو بودي لحظة دول مركز سوء هيلناي وقور حيري فندال ايكالا دعين واي
مركا لحد الدبل وحال صوقتي انت ان اي دي سي ذا لو فريسانين جودي حمر حسن مركو صومك عابا اردان لحد الدبل نسا ولاي اولريدي والله كلا تورتي انت ما فهمت ما فهمين صدق هذا دمنا وكو كيني دونا مركا ديب كاسا كو هيستا والله كلا ميرمي لولك دب كاسا صوقتي صحيحي والله هيا ملي اذان مره شكدو واحد هذا انت خيانه سميسينا سخن بي ودينتين افراله ولا دغلي امر في حوليس قف افراله افدغي جواري ادو لي مخيتا مرك جواري هل ادو يش بوريسكي او اسغو هايو اسغو دي كر حسن نو اسغو دي كر ما دين كو ويلو تغي كوي داعده او اها لخده غوبل با او تغي وخي كو دهن غودومي مخان كوغو هاغاغنا صدح يلح محان كوغسو حقاقنا نكي نوغسو رأيي حكومة دا نوجوغي دولة دا نوجوغي أياه تاي أقوليان كينا تاي ماللح بان كو حقاقنا مسا صدحان كو حقاقنا حالة دوات وجده أنا قرن اللح إذن دي مايو صدحنا إذن دي مايو وحا يسكو صور رعدان بس إذن كلا يسكو صور رعا جواري مركة هذا الكيس ماشو كل مي لما هربين لول كيس جواري وماشو معني كسو جيدو جبضه هو صوى لما رمين إنو له صوى معني قلن كهاية ديقل أو مرفل قومية دان أردن معني متلاية حسانة دهاية معني إنو يرادو معني أنو لحنا إذن دي مايو صدحنا إذن دي مايو وقرقا إيو حولها عرورتا داني معني سانة دي ما دي حنو قاق أنا أكو دادا اللي داي قرقا إيو حالة أنا لي قرقا شاتي إيو كان أنا لي إلهي هون حريستو marka professorka khaladka laga tirsanayo oo marqaatiga la waxa weey in uu 3 iyo 6 midan kuugu hagaagna midna macni u dhiway iyo in uu macni maadaama dubi u ahaayo xasan noo u dhii kari waayo hal mid uu ku amaanay wuxuu ku amaanay markii dadka la mashquuliyay 3dii xagga la tagay 3daana baay bakool raba in la reebo shabeel state marka la dhisaayo ومرداد يمحدين أفرح لك يعني أبقى المدحوين كحجين لقد جاي أفجوي يقصوا أوردي وفي استعماله جواري وحكوير نو حسنو مايا ملك جوين كرشاب الله دوس ولي بقدون كل كاشاوي قرار وسميي وحير استيد والبوين وبضي يشا لكن حسن سياسة دي سوحي هايت حتى هذي له رواية جدو يباي يبكول وقعضون اه اول نقال تجوب اي وضع هايين انو اسكو دارو وصوابتا كانتاي قيبت الحدمات امنيجا او فرديجيدو اها بايدابو انو سدح قبل او اسكو قويو وقعضو باي باكول شابي اللادو هسانا امان كيدا او كسو دارو مقالة مقدشو قيبت اللبية 8 ابريل تاليانا او قدقو جنرال ابراهيم يرو قيبت معاني الحدمات فرماج مركو يمادا تيو صحي مرك ساس اوريجي وحو يري قد حقاي كتر سنتاي جوبلان كسمايو اوكي هداي كتر سنتاي محا امان كيدا جيي باي دابو نو وان باي بكور يا شبي لا دوسه قيبت الحلمات اي كاول غشا وغوتد لحد وغوتد تدباب وغوتد ماركاي سمعني سغالاد غوتد سديدات كلا وريجنتاس هويه وي كخمادين ستاس ميل لو سارو قوتها اللي حد قوتها تضباط حسن جامعي آذن لبعض الله أهبر قدر اللودي بي كما أمر قادنا هنا نبايد نبايد نبو وذو ما بأي مادي عيرو إستقالين قوتها تضباط قيبت اللي بي تمنك أبريل على قدر مرك سيحمر أيوه استماد شبه الله سنة أيوه جوكت اللي حد نهبر قدر أهو ذا جوكت وانا نبك إلهي هذا هايستان لولك وانا أجد أن مانتي مرك محمد شيخ تليها النساء إن قرحيضة أي فشلين آيان هوية أي قوضان مركع سو ما جديد مركع نمايو سيداس الله عياري أما مدحوينها صوص على دي إلهي أكرر لنقضو مدحوينها الدولة دا ميلان لفتا قرين هدو نولي أي على مسارك وحكو إيمان دونا قاري حمر يباي دبا أما براو يباي دبا مكروفن كان فوري دونا معني السير انتان شاقي انتان سيمانتها إنو جوكتو وحيابه بدن بايسكو قصقصان ديقل امريف لو مركا رونتا او نولو تانا ايدده احايد ايو كانا اديركا احايد ايو شيكوين كاسي شيكوين
كوا أديك المها المستقبل كذا معني كذا جاي أو معني بابه إذا كذا جاي بحان غبا إن أيضا آمنين مرك إن شاء الله تعالى ورالبا تلفونك ستوسا وجرة وسود وينينا مارك يصير رأي هذا مارك مكرافك ونفرين هلا ما حكوا دريسا ألو حكوا درا أرت مدة حكوا هرمرة أو جيدو أرت جيدو إن هاد اللي يرادو مريهان ما أسكال مسدي لي مرفلة مد حد منها أو توهاي نقولي أفلقادي نقولي بورتويدي أو مرفلة عن جرتي haddan isku ma heesto in meesha ay deegan waxaana tusaale kugu filan lehdo gobol madaxweynaha ee madaxweyn ku xigeen ay ayaga la siiyay oo wali dhoob dhoob ah ay u qalmin marihaanka marka haddii aan jiray dadkan meel aan loogu shooyay maalay amman gobolada Soomaaliya laga soo bilaabo laas aanood gobolka Barisaan u soo wad gaalka ay soo marsi intaba dadkan meel aan loogu shubay mala dakanadoodana ilaa yoomul qiyaamo waa taagnaanaysa ama waa aarsan doonana diila yiraado Soomaaliya ama waa kamid noqonayna ama waa ka guureyna taas horta geedo in hada loo aanaya iska leh hada luug ganaana liiraada luug aw madawna waa liiraada ee dowaah taas to hada shaki ku jirta ma ahan laakiin waxa nasiib dara ah in gabaabeen iyo macallin weyn isku adeegsado ayadoo la rabo in walaalkooda lagu dilo تاس تاسان لي هاي مالو ويا ماركي سو حالة luuqna waa gasaar gudey gabaabeen iyo waxa way macallin weyne dhamaan gobolada gedana saasay u deegan jubadoosa jubada dheen warkooda soo qaadin way marka taas gedada aan dhex galne gedo toddoba degmo ama lix degmo lagu sheega tuulooyinka markay samcnihi gedo mareexaanka iyo raxweyn ayaa ku badan maxaadna nooga sheegi kartaa raxweyn macnihi xisaab ahaan tuulooyinka ay deegan ma aniga aad ogaal ahaantayd intaan maqlay intaan hadda media ka arkay dadka aan arko meesha ka yimid oo hadda hamar isna joogno moogyaani shabeelada hoosaan ku dhashay af gooye soo jeedinta meesha aan kasoo jeedana buuxa kaba waay marka meesha inta hadda aan dad isla joogno oo ka yimid baar dheere jawaari luuq ilaa dhulkan tuulooyinka dadka u dhashay oo digile mareflo waaye hadda weliba taariikhda ayaga bees kuugu sheegayo daa taariikhda hore odayaasha ay sheegeen bagurtooyid ugu weyneed baar dheeray ahayd marka taas hadda dadkan waa dabaalis iyo qandaraas iyo foodadan la wado in soomaali lagu dumiyo 91 wax ka daran loo celiyo waaye marka taas idii hadda adduunka laga tirtiri karo waa arkayna hadii adduunyada dad laga tirtiray Falastiin la tirtiri lahay dadkan gardaradana way isku badinayaan iyo dakanada su'aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye mareexaan miyaa soo dajiyay digal aw mirifle gedo mise digal aw mirifle mareexaan soo dajiyay inuu kala cadaado waay lahaanshiyaha dhulka digal aw mirifle mareexaan soo dhaweey oo kusoo dhaweey sida hadda dadkan kala deegaanada laakiin mareexaan waxay leeyihiin anaga raxweyn ama eelaayda xunta ah markaysay anaga meeshan kusoo dhaweeynay iyagoo tuugsanaya beerahay noo falaan waa adoomadeena haddana waa inay ka guuraan gedo oo dhan luuq waa inay ka guuraan baar dheer waa inay ka guuraan mareexaan sidaas ay leeyihiin hadda niyow taas horta waxa keenaya waa iska hadal binaa oo qof kasoo ka hawaaqo telefoonku wax yar u dhow hawo laakiin dadkan moogta anaga waxa meeshaan na dhigay samirka iyo dulqaadka iyo soomaalinimada iyo islaamnimada nagu weyneed ayay dadkan waxay u arkeen ba anaga in dabaal iska socodnahayo meel walba sida la rabo naloogu yeelo ma ay iska yiri ma ahan xisaab baa taagan idinku waxa la idin beerahad fashaan beeraha mareexaanka u fashaan addoomaa tihiin markayse macnihi wax liitaa tihiin macnihi mareexaanka ka tuugsataan macnihi naga guura mareexaan sidaas ay hadda baraha bulshada ka leeyihiin addooma haddaan hayse eelay oo kale aflagaadada ay u maleeyaan tii aflagaadidii le ma ogiya hadda waxa runta ku salaysan oo mise waa tuugsadaan iyo haddii la beer la falana nimankaas beeraha ugu badan ayaga iskale beerahoodaaba ku filanba beer mareexaan ha u geeymaba lahe ayaga koyto waaye way hadda marka macnihi ka guuraa laydin yiri haddii kale waa laydin laynaya haddaa tiin raxweyn
ما كجوريسان مسوي جوجيسان ما يا ليس لنا لا ينسوينا أمس إن جامع سكور سارنو أما قف حرحرنا موقت إلا ترحيل عادي بقف حرحرنو أيو مره رأيت الديار سرنو يباور كل وق هذا اللي هاي بس ودمينين تاسن سوينا إنا يكسر ران موجي هذا ترحيل كأيشي جا يعني كي لقى أود بديا لررامو مارك أيه إنا يكود عدام كأبسنا أدي أبو ما سين ولا كا السجع وحنسوق دونا ده جيسته معني حاجة أو نصوح دونا استوديا ساوثن ميديا كوبريشن ولا ليال ماركي سمعني وكلا جرن خصناينا مريحان كان هدي صو عطمان معني ويشاجن كان لول كود رحوينا ويشاجن كرتا ماركي سمعني قفل بتشاني سان أسينينا قفل عبورنا يملي محمود فرح يا عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو أنك سلامة هذه هي صحافة إس إم سي يا دمان مجتمع الصومالي جابا ولا قبل كجدو تلفون كنا كفتاة مودة ما يا قبل كأودو قبل كجدو أتكه الله يسوع تاريخ يسوع مد مبدي كشرت معها وحيل مت هاي قبل كشبه الله هوسة حوي عليه يا قبل كجدو مريحان باله ولا بكل مدود الله إسكجد ضيانا يو dad kan hawiyaha ah ee siyaasada ee mugdibay kaga jiraan ee waxa la wixii uu daaroodku sameeyay ee kacaankii 22kii October ee mujtamaa daaroodka dalbalaarsiga loogu sameeyay ee gobolada markii la kala googeynayo ee gobolkii uu tuulooyin daarood ka degan yahay ayaa gobol laga kala dhigi jiray تصال قبل كهيران وقت جي إنجليز كينه هيران وبوها إن وحلاقة شرمو يه وحبلا قوم كردينين سبب تو وحلاقة شرشر يينه وحياهيد تهوية دجنا حدود دارو دجن يهيد وقبل الله لقى دجلها مرك مركي سديتمات كي قبل كان جدو iyo gobolkii alti jubba iyo baasti jubba la kala jirjirayay ayaa gedo degmooyinkii la bixiyay yaa mareexaan la siiyay 1903kii Ali Kedid markii talyaaniga la geeyay ee mudug baarqabka looga dhigay ee la hubeeyay waa kii mareexaan cagta mariyay dulkan dhusa mareeb iyo mareer guur iyo ila gaalka iyo ila iyo dulkan hadda wadadu ku taalo waa tii laga sifeeyay ila iyo bariga gaalka iyo dabadeetana mareexan uu saahsaday uu qaxay wuxuu tagay gobolka Afdheer iyo gobolka Liibaan buu u qaxay boqortooyadii luuq deganay oo shan qabiil ah ayay yiraahdeen qaxbaan u nahay dejiya mahma caamay leedahay waxa la yiraahdaa mareexan gedar riman waa wixii ka dambeeyay 1903kii ilaa iyo 40kii waqtigaas ay ahayd waa waqtigii kadib khayadkii uu hubeeyay ingiriisku ee dawlad deegaanka Soomaalida uu cagta mariyay rayadku waa jabkii daraawish wixii ka dambeeyay kanna waxa loo yeeray boqorkeena diid talyaaniga la geeyay waa la soo waxeeyay markii uu hawiyaha gumaysanayay ayuu mareexaanka cagta mari la yiri mareexaanku wuu qaxay boqortooyadii luuq buu yimid shan qabiil baa deganay magacyadeedu waa caam laba qabiil mise saddex qabiil oo macallin weynaha iyo shiirmoogaha iyo sheekhaal way ogolaadeen inay dhulka dejiyaan gesaar iyo gabaweyn iyo waaqdhowrna way diideen sidaas uu mareexan dhulkii shiirmoogaha iyo sheekhaashta iyo bacalin weynaha yaa lagu dajiyay xataa dhulka hadda ay degan yihiin kuwan kaleen ka hadlaya gabaweynta iyo lama dajinin laakiin hadda maanta gabaweyn waxay u heelinaysaa mareexan waxayna dulmaysaa macalin weyne beerahoodii dhulkoodii oo dhan way qaadatay hadii 1990 deer dhulkan dhul Soomaali furatay uu ahaa hal la yiraahdo midaas laakiin hadii dhulkan boqolaal sano la deganaa
degmada Luuq shan boqol mise lix boqol oo sano la degan yahay waqtigii Axmed Gurey Herer ayay Luuq hoos tagi jirtay eegada Herer iyo markaa Maxmuud Faarax taariikhdaas waa garanay gedo yaa ku badan Mareexaan iyo Raxweyn adigu ma tihid labadaba anigu waxaan ahay waad ogtahay midna meeshi wixii beled xaawo iyo ceel waaq iyo maxay ahayd dhinacan hoose ee buur dhuuba iyo gerbahaar reey iyo ceel cadda iyo dee dhinacaas Mareexaanka u badan ama dhulka macdanta ah ee webiyadu ay maraan ee dhul beereedka ah ee Luuq iyo maxay ahayd Luuq ganaane iyo iyo maxay baar dheere iyo maxay ahayd dhulka deewebiyadu ay maraan iyo ilaa iyo doolow iyo ilaa iyo buur dhuuba keen ilaa iyo caasimada keen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal raxanweyn baa u badan wax la iscelin kara maaha way waxa weeye kun sagaal boqol shan iyo soddonkii dadka qaxa ku yimid kun sagaal boqol shan iyo soddonkii ilaa afartankii dadka qaxa ku yimid iyo dadkii dhulka deganaa ma wax laysgarab dhigaa midkee badan midkee badan ee walaal hadday sidaas tahay marka waa garanay macnihii raxweyn baa u badan gedo sida aa sheegtay maamulka ma inuu raxweyn u bataa mise inuu Mareexaan u bato gedo sideedaba sidee wax loo qaybin lahaa adiga walaal maamulkii kacaankii 22-ka Oktoobar ayaa degmooyinkii tuulooyinkii Mareexaan ka dhigay magaaleeyay dadkii kalena yidhi ku kala biira waxa weeyaan dadkii Mareexaanka ahaa kacaankii 22-ka Oktoobar baa gobolka heer gobol iyo degmooyinkiiba ku magacaabay dadkii kalena shacab bay noqdeen haddii se cadaalad iyo sinaan iyo Soomaalinimo timaado waxa weeyaan hadda 16 xildhibaan bay leeyihiin lixda waxaale Mareexaan baa su'aal aan weydiiyo gobolka gedo waa ayo cidda in ay governorka noqoto gudoomiyaha gobolka yaale ma Mareexaan baa leh mise Raxweyn hortideedaba shantii beelood ee martida dejisay shantii beelood ee dadkii qaxa ahaa ee Soomaalida ahaa ee Islaamka ahaa ee walaalahooda ha dejiyay ayaa xaq u leh ciddii ay u gartaan oo iyaga ah inay gobolka noqoto maamulka noqoto wax walba u badato dee walaal nin marti ah fiiri nin marti ah iyo nin milkiile ah wax la isgarab dhiga ma aha Mareexaan waa la dejiyey waa la soo dhaweeyey walaaltinima la tusay beesha Shiikhaal beesha Macalin Weyne iyo beesha Shiidmooge ayaa gogosha u fidiyey dejiyey saddexdii beelood ee kale oo waaqdhowr iyo gabaaweyn iyo waaqdho iyo kuwii kale saddexii kalena way diideen gasaar guda way diideen marka waxa weeyaan taa ka dhul ah ninkii bigayri sharci ku qaata toddobada naaru jahannaba ayaa qoortooda la furayaa waxaa keliya laakiin Mareexaan hadda inay dhahaan gedo Raxweyn waa inay ka guurta annaga iskale Luuq iyo baar dheerana kamaba hadli karaan Raxweyn inay dhahaan xaq may u leeyihiin Mareexaan ma ku saxayn mise ay qaldayeen Nasrigii dadkii dhulka lahaa xaq baa ka hadlinaya Nasrigii dadka dhulka leh ay xaqooda ku heli lahaayeen ayuu Mareexaan gacmihiisa furayaashiigu ku wareejinayaa Mareexaan ereygaasi waa wareejin furayaashi amaanadii ay hayeen bay wareejinayaan waxaa keliya ee hawiye iyo daarood ay heshiis ku yihiin waa hal qodob halka qodob waa maxay barwaaqadan barwaaqada haysata dadka Raxweyn waa dad barwaaqo ah dad cadcad oo qurux badan oo dhib lahayn oo shar lahayn gabdho qurux badan iyo wax walba leh dhulka intii ugu macaanayd haysata war barwaaqadan adna dhinacaaga ka cun hawiyow anna dhinacaygan ka cuni halka qodob bay daarood
iyo hawiye heshiis ku yihiin xalay dadkan meelane raxweynta qoriga aakihi nin walba uu kara nin walbana laba xiliyo duuleeyay nin walibana waa Soomaali daalin diinta meel kuma leh deeyuska dulmiga qaatana ilaahay xataa yow maalinta qiyaama ma fiiriyo raxweynay idinkaan idin la hadlayaa ha dulminina dadka laakiin hal boynti oo dulmiya ninkii idin la yimaada sharciga waafajiya